ازيكم يا حبيبي؟ عامل ايه؟ وحشتوني جدا، وحشتني القعده دي بشكل انتوا مش متخيلينه. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى كل الناس، يا رب ويا رب تكونوا باحسن حال. فيديو النهارده هيكون جزء سلسلتنا القديمه اللي احنا بقالنا كتير جدا ما صورناش منها فيديوهات، وهي مكياج مستوحى من الفنانات. ودي كانت من اكتر الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، وخصوصا الفيديو ده انا متاكده ان انتوا هتحبوه لانه للجميله ياسمين صبري. طيب يا جماعه، ياسمين صبري عامله قلبان في كل الدنيا بسبب حلاوتها. انا بشوفها حلوه بزياده، فالمسلسل كمان هي عاملاه طالعه فيه زي القمر، والميك اب بتاعها اكتر حاجه عجباني فيه انه طبيعي بس اوفر سن، بس طبيعي، وهو ده اللي محليه اكتر في عينيا بجد. انا قررت النهارده ان انا اقعد اصور لكم الميك اب بتاع ياسمين صبري في مسلسل فرصه تانيه. هو زي نو ميك اب، ميك اب زياده شويه، فاي بنت تقدر تعمله، وهستخدم كل المنتجات رخيصه جدا بحيث ان انتوا تقدروا تلاقوها في كل حته وتعملوه بكل سهوله، و نعمل ياسمين صبري في البيت. وبالصدفه النهارده وانا بدور على اللوكات بتاعت ياسمين صبري وعايزه اشوف صور للميك اب بتاعها في المسلسل اقرب وكده، طلع لي فيديو لحبيبه قلبي مين واشرف، لقيتها لسه عاملاه من يومين تقريبا، فصراحه اتبسطت جدا، قلت خلاص اوكي يا جماعه، يبقى فعلا كل الناس حابه الميك اب ده. ياسمين صبري قمر بالاجماع. وبصراحة مينو كانت عاملاه حلو جدا ومظبوط جدا، وهي كانت يعني قمرين مش قمر واحد هي كمان. فهسيب لكم اللينك بتاع قناة مينو تحت الفيديو اللي بقول لكم عليه لو حابين تروحوا تشوفوه. بس انا النهاردة هعمله بطريقتي انا، بمنتجاتي انا، وبشكلي انا، لان انا طبعا شكلي مختلف تماما وكل البعد عن ياسمين صبري، عشان بس ما اشوفش الكومنتس ان انت بتحاولي تبقي شبهها. انا مش بتحول، انا باخد مكياج مستوحى من مكياجها عشان عجبني، وبشوفه لما يتحط على شكلي بطريقتي هيبقى شكله عامل ازاي. من غير كلام اكتر من كده، يلا بينا على الفيديو. بصوا يا جماعه، انا هكون معاكم واقعيه، انا شايفه ان ده ينفع مكياج يومي حلو جدا، فصراحه انا مش عايزه اجهد بشرتي بفاونديشن او كده، وبرده حسيت ان هي مش حاطه فاونديشن لانه اغلبيه الصور لما بيقربوا الحته دي باين فيها العروق بتاعه الجلد وباين كل التفاصيل. فانا الصراحه مش هحط فاونديشن النهارده، هستخدم بس كونسيلر، والكونسيلر هستخدمه من اماندا. ده كده شكله رخيص جدا، ده كان سعره تقريبا 25 جنيه حاجه كده، ده درجه رقم 6. وهبتدي ان انا اوزعها بس على المناطق اللي فيها مشاكل. انا اوريدي مرتبه وشي بالمرتب الطبيعي جدا اللي انا بستخدمه. الكونسيلر هتستخدموه تحت عينيكم، يفضل يكون نفس درجه بشرتكم، ما يكونش افتح قوي علشان ما يعملش زي تجيير رمادي او انه يعمل زي ظل كده، انتوا تحسوا ان الهالات ما اختفتش. لو حطيتي كونسيلر فاتح هيجير وهيعمل معاكي الظل الرمادي اللي انتوا مش بتحبوه ده. انا هوزع حاجه كده بسيطه منه، وجناب الشفايف برده علشان الغي اي سمار موجود في البشره، وزي ما قلت ده ب 25 جنيه بس. ودلوقتي هاجي بسبعي وهبتدي ان انا ادمج الكونسيلر بتاعي كده، بطبطب مش بمسح، ماشي، علشان التغطيه بتاعته ما تروحش. واللي متبقي منه هسحبه كده على فوق العين بس كده، مش محتاجه اكتر من كده، بس مجرد ان انا اخفي السواد او الهالات اللي تحت العين، شايفين؟ بس بوزعه كده ان انا اخفي بس المناطق اللي فيها سمار، بحيث فعلا لو حد هيحط الميك اب ده بشكل يومي او كده ما يكونش فيه طبقات على الوش، ويبتدي انه مع الوقت والحر والصيف اللي احنا فيه ده انه تلاقوه ابتدى يسيح او ابتدى ان هو يبقى تقيل على وشكم.
بكده اكون خفيت اي مشاكل في بشرتي. دلوقتي بقى هننقل على الجزء المميز في الميك اب بتاع ياسمين صبري طول المسلسل. اللوك اللي انا بعمله النهارده اللي هو الميك اب اليومي، وعشان كده حبيت ان انا ابتدي بيه. لو حابين لوك للميك اب بتاعها في المكتب بقى، وهي حاطه اي لاينر كده وحبه اي شادو كده خفاف وكده، فاكتبوا لي تحت في الكومنتس واعملوا لايك للفيديو ده عشان اعمله لكم برده. بس النهارده الفيديو اللي هو الميك اب اليومي اللي هي طلعت بيه في كل حته، حتى في المستشفى بعد حادثه لفه العربيه 999 مره دي، طبيعي جدا جدا جدا. من اكتر حاجات اللي بتميز الميك اب لوك ده كانت التنت. هو عموما المسلسل كله متميز بالتنت، فانا النهارده هستخدم التنت بتاعي من عند حسنة. هي كمان عامله باكج جديده فيها الخمس درجات بتوعها وعليها ديسكاونت 10%. هي اصلا سعر التنت الواحد تقريبا 35 جنيه، ومن افضل التنتس اللي انا جربتها في حياتي وكلمتكم عنها قبل كده. وعلى فكرة البنت يعني مش دافعة لي فلوس ولا اي حاجة، زي ما وضحت لكم البنت فعلا عاملة منتج تنت يتقارن بالحاجات الكوري وافضل منها كمان بالنسبة لي، وانا هو ده اللي بستخدمه على طول، وفخورة انها مصرية. فعشان كده دايما بحب كل ما تبعت لي حاجة او كده ان انا اوريها لكم واكلمكم عنها، لانه من تجربتي انا للحاجات دي تستاهل ان كل بنت مصريه بجد تجربها، لانه رخيصه جدا وافضل من كل الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره بصراحه. هي دي الدرجات اللي هي بعتها لي، انا صح مش هقدر اوريها لكم كلها، بس انا عايزه درجه تكون على احمر شويه بينك شويه. ففي عندي درجه ابل، دي حلوه ممكن تمشي، وفي درجه ستروبري. ستروبري دي المفضله عندي الصراحه من قبل كده، وهي دي دايما كنت بستخدمها وما زلت بستخدمها لحد النهارده بشكل يومي. بس انا حابه النهارده ان انا اغير شويه واجرب بتاعه ابل دي، لان اعتقد هما الاثنين دول على احمر، مش عارفه باين ولا لا، بس درجه ابل افتح شويه. زي المتوقع دي افتح شويه، فدي هتكون اخف شويه. بصوا بوزعها كده، وبالباقي هناخد طبعا على مناخيرنا كده. بصوا ميزه التان ده انه سهل جدا في الدمج ومش بيعلق ابدا ابدا ابدا، بس طبعا لازم ان انتوا تدمجوا بسرعه كده كده. اي تنت مائي لازم على طول ان انتوا تدمجوه علشان ايه ما يبطش. بس شايفين شكله طبيعي ازاي، وبيفضل ثابت معايا طول اليوم بجد. فعشان كده انا فعلا فخوره ان ده منتج مصري. وهي ياسمين مداه على الانف عندها، بس طبعا ما تقارنوش ابدا شكل الانف عندي بشكل الانف عندها، لانه يعني واضح الفرق، مش محتاجين ان احنا نتكلم في الموضوع ده كتير. هاخد حاجه بسيطه من التنت واحطها كده على الدقن علشان تدي دمويه في الوش زي عندي ياسمين، فما يبانش ان احنا حاطين احنا كل الكلام ده. بعد كده منتج تاني برضو هستخدمه من عند حسنة، وهو الليب فيلر، او اللي هو منتج نفخ الشفايف. ده من افضل منتجات نفخ الشفايف صراحة اللي انا جربتها على مدار حياتي كلها، بيدي نتيجة مهولة. يعني بص دوت شفايفي قبل صغيرة جدا، خصوصا الشفايف اللي فوق، فده بينفخ يا جماعة الشفايف بشكل مش طبيعي، سحر. انا حطيته كده وهسيبه لحد ما اخلص بقيه الميك اب، وبعد كده هشيله. هتلاقوا شفايفي كبرت معرفش منين بصراحه، فده برده من المنتجات اللي انا بحبها، لان شفايف يا جماعه ياسمين صبري ما شاء الله ما شاء الله بجد ما شاء الله، فمفيش اي مقارنه. فانا بحاول اكبر شفايفي شويه بالفيلر قبل ما ان انا ارسمها او احط عليها الروج، علشان ما اضطرش ان انا ارسم كتير بره بالروج فيبان انه لعبه في شفايفي قوي، لان احنا بنحاول نخلي الميك اب لوك ده طبيعي ويومي على قد ما نقدر. دلوقتي هستخدم الباليت دي من بريتي وومن، وهي دي كل حاجه هستخدمها من نفس الباليت دي. دي الصراحه كانت طالعه لي في الصندوق العشوائي، بس اغلبيتكم يوميها كتبتوا لي ان هي اقل من 100 جنيه، فمش عارفه الصراحه هي سعرها كام بالظبط، بس اعتقد ان هي مش غاليه ابدا، لانه دي ماركه اي بريتي وومن. فانا دلوقتي هاخد اللون ده مع اللون ده اللي هو اخر واحد، وهرسم بيهم حواجبي شويه، لان طبعا شايفين حواجبي يعني مش منتهيه ولا متدمره، مختفيه بمعنى الكلمه مقارنه بحواجب ياسمين صبحي. خدهم كده وهرسمهم بشكل طبيعي جدا، وهخليهم مفتوحين من بره زي الحواجب عندها. هي حواجبها جايه مرفوعه، مش جاي باين فيها كسره قوي، فهحاول ان انا اخليها عدله على قد ما اقدر ما يبانش فيها كسره. هاجي كده ومد الخط عدل خفيفه خالص، هحاول ارسم كده كام شعر راي عشان قال يعني
ابين ان قلياني كل ده حواجبي انا. من زي ده كده شايفين الفرق ما بين الحاجب ده والحاجب ده؟ طبعا مش محتاجه ان انا اتكلم، فعلا حواجبي انا خفيفه جدا مقارنه بحواجبها. دلوقتي هاخد لون الباودر اللي هنا ده من الباليت دي علشان اثبت الكونسيلر بتاعي، لان زي ما انتم شايفين ابتدى ان هو يخطط فوق وتحت، فلازم ان انا اثبته كويس. اكتبولي تحت في الكومنتس مين برضو من المسلسلات بتاعت رمضان ده حبيتوا الميك اب بتاعه وحابين ان انا اعمله لكم في فيديو منفصل برضو ميك اب مستوحى من الفنانه دي، فاكتبولي تحت. انا الصراحه معجبه جدا بالميك اب بتاع مسلسل النهايه، عموما اغلبيته فيه كده كرياتيفيتي كده وتقيل ومختلف غير اللي احنا متعودين عليه عاده في المسلسلات. بس انتوا اكتبولي برضو تحت ايه الميك اب اللي انتوا حابينه علشان اعمله لكم. بعد كده هيجي برضو جناب الشفايف كده وهقوم مثبته بالباودر بتاعتي مكان ما حطيت الكونسيلر كده. دلوقتي اخر حاجه هعملها في ميك اب العين قبل ما انقل على الرموش، هاخد اللون ممكن اللي هنا ده، يعني هو مش اغمق مني بكتير، وهمشيه بس في كسره العين حاجه بسيطه جدا علشان بس احدد عظمه العين بتاعتي زي عندها شويه. هاخد فرشه الدمج كده وعليها اللون ده، يعني هو يكادي يكون لوني بس اغمق حاجه بسيطه، شايفين بشكل طبيعي خالص، وهحدد بيه كاسة العين كده حاجة بسيطة جدا. هقوم واخدة درجة البلاشر اللي هنا دي وهوزع البلاشر ده كمان فوق التنت علشان اخلي شكله اقوى شوية، لان هي ما شاء الله خدودها ملعلطة ملعلطة. دلوقتي هركب رموش، هي مركبة رموش بدون اي يعني شك. دي الرموش بتاعت دانييلا، دي رقم 52. انا اخترت الرموش دي علشان كثيفة وقصيرة شوية، فدي هتبقى ماشية اكتر مع اللوك الطبيعي اللي هي عاملاه، وفي نفس الوقت بدأ احط ماسكارا على الرموش السفلية وهرجع لكم. انا كده جيت الماسكارا اللي انا استخدمتها من بريتي وومن اسمها ميجا فوليوم ماسكارا، دي اعتقد سعرها في حدود 35 او 40 جنيه. فلحد دلوقتي الحاجات اللي احنا استخدمناها كلها على بعضها ما كملتش ال 100 جنيه، والباليت دي في حدود ال 100 جنيه فما عدناش ال 200 جنيه، ف لحد دلوقتي كل حاجة زي الفل. كده دلوقتي هننقل على الشفايف، وده الجزء المميز جدا في اللوك بتاعها. فزي ما انتم شايفين طبعا حجم شفايفي كبر بشكل ملحوظ. همسح دلوقتي الفيلر اللي انا حطاه ده كده، وبصوا بيسيب لون كده على شفايفكم، شايفين الفرق؟ بجد بتاع ده حلو جدا بحبه، بس هو بيديكوا احساس كده زي ما يكون كده في حاجه كده بتحرق شويه على بقكم، بس ده طبيعي زي احساس شطه او حاجه. دلوقتي هحاول ارسم الشفايف بالقلم الاول علشان تكون متحدده قوي زي شفايفها، لان زي ما انا شايفه الصراحه في الصوره شفايفها جايه متحدده قوي قوي وبلون اغمق شويه، وبعد كده من جوه حاطه لون زي على فوشيا شويه كده. بصوا هطلع بره الشفايف كده حاجة بسيطة، ولما باجي بنزل على شفايفي، ما بطلعش كمان من هنا من بره، لان ساعتها هتبان شفايفي ان انا رسمها اوفر وانها شبه شفايف المهرج. فمن النص بس بطلع، ومن الطرف باجي بدخل على الشفايف. كده والسبعه من هنا بتكون محددها كويس جدا زي عندها. نفس الموضوع باجي بحدد، ولما باجي على الطرف بقوم داخله على الشفايف. يعني كده احنا وصلنا لحاجه شبه عندها، انا بس مسحت الرسم من تحت من هنا علشان ازم الشفايف شويه ما تبقاش عريضه، لان لما بصيت في الصوره تاني هي شفايفها جايه ملمومه شويه مش جايه عريضه، فاهمين قصدي؟ انا كده هستخدم الروج ده من ام ان، ده درجه رقم 13، وده سعره تقريبا في حدود 20 جنيه او حاجه زي كده. كده هاخد منديل وهقوم
شايلة كل الزيادة اللي على الروج كده. بعد كده هاخد بقى نفس التنت اللي انا استخدمته اللي هو ابل وهقوم موزعاه تاني فوق الروج كده. وبكده تكون الشفايف اتحولت تماما. فاعتقد ان هي كده يعني قريبة الى حد كبير من وجهة نظري. مفتكرش انا ممكن اقرب من شفايفها اكتر من كده. دلوقتي بقى جه ميعاد السيجنيتشر او يعني العلامة المسجلة بتاعت ياسمين صبري وهي الحسنة اللي عندها هنا والحسنة اللي هنا. ف هرسمهم بالدايناميك ايلاينر ده من ام ان. وبكده اللوك النهارده يكون خلص. يا رب يكون عجبكم. زي ما نبهت انا مش بتحول ابدا اني اكون شبه القمر ياسمين صبري. انا مجرد باخد الميك اب بتاعها بستوحي منه وبعمله بالطريقه اللي تناسبني. وكل المنتجات اللي انا استخدمتها النهارده لم تتخطى ال 200 جنيه حرفيا. يعني ممكن كمان تستخدموا حاجات اقل لو عندكم الحاجات في الباليت دي منفصله، مش هيكمل ال 100 جنيه على بعضه. فحلو جدا، خفيف على البشره، ينفع كميك اب يومي. ممكن انه طبعا لو قللتوا الروج وحطيته بس ماسكارا مكان الرموش يعني ينفع للشغل، ينفع للخروجات اللي هي اليومية او كده. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تدعموني بلايك للفيديو ده وتكتبوه تحت في الكومنتس ايه الفنانة جاي اللي انتوا حابين نستوحى من الميك اب بتاعها، واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان اول ما نزل فيديو جديد يوصل لكم. وما تنسوش برضو تروحوا تشوفوا اللينك اللي سايبه لكم في صندوق الوصف بتاع الفيديو بتاع مينو علشان هيعجبكم جدا. وانا النهارده شفته بجد هي زي القمر والميك اب كان زي القمر عليها. فبرضو شوفوا الفيديو بتاع مينو. وبس كده، انا ياسمين صبري في نفسي بجد مش عارفه شادي لما يصحى ويشوفني كده هيقول ايه. بس اشوفكم الفيديو الجاي. شكرا جدا جدا ليكم انكم هنا.